السلام عليكم، معكم دكتور السيد محمود قريطم. النهارده هنتكلم عن ارخص دواء كحه في مصر. فعلا ارخص دواء كحه في مصر بخمسة جنيه بس. بخمسة جنيه هتعالج الكحه للاطفال والكبار. معانا النهارده منتج عشبي متميز وفعال بيعالج الكحه المصحوبة ببلغم، لأنه بيساعد على ذوبان البلغم وطرد البلغم بطريقة فعالة. معانا النهارده إكسبكتيل شراب. إكسبكتيل شراب زي ما حضراتكم شايفين، أدا شكل الدواء الشرب إكسبكتيل شراب. طيب الإكسبكتيل شراب هو مكوناته إيه يا دكتور؟ مكوناته مادة البروميثازين. مادة البروميثازين المادة دي مضادة للحساسية وبتساعد انها تهدي الكحة بدرجة كبيرة. كمان فيها مادة الصوديوم بنزويت، ومادة الصوديوم بنزويت بتساعد على ذوبان البلغم اللي موجود، بيبقى موجود في الصدر والشعب الهوائية. مادة الصوديوم بنزويت بتساعد على ذوبان البلغم بطريقة فعالة. مش بس كده، ده فيها الأمونيوم كلورايد، وفيها خلاصة السنجة، وفيها صبغة بصل العنصل، وصبغة بصل العنصل وخلاصة السنجة والأمونيوم كلورايد بيساعدوا على طرد البلغم بطريقة فعالة. يبقى احنا المكونات الإكسبكتيل مكونات متميزة وفعالة، سواء من بروميسازين اللي بيساعد يهدي الحساسية اللي موجودة في الصدر ويساعد يهدي الكحة، كمان في مادة الأمونيوم كلورايد، وفي وصبغة بصل العنصل، وخلاصة السنجة السايلة، وكمان في الصوديوم بنزويت، مجموعة من المواد الفعالة بتساعد على ذوبان البلغم وطرد البلغم. طيب الدواء ده يا دكتور بيستعمل من عمر كام؟ الدواء ده بيستعمل من عمر سنتين فما طالع. بس لازم قبل ما نستعمل الدواء لازم اعرف سبب الكحة ايه، ولذلك يفضل ذهاب للطبيب الاطفال او طبيب الصدر والحساسية لمعرفة اسباب الكحة، لان ده هيعالج الاعراض. دواء الكحة الإكسبكتيل ده هيعالج اعراض الكحة، من بلغم، من كحة فيها خروشة، من لو في بلغم ومش عارف تطرده هتعرف تطرده. فعشان كده يجب استشارة الطبيب في معرفة أسباب الكحة. هل بسبب برد، بسبب إنفلونزا، بسبب التهابات في الشعب الهوائية؟ لازم الإكسبكتيل استعمال الأطفال فوق السنتين معلقة صغيرة 5 سم 3 مرات في اليوم بعد الأكل، والكبار أكبر من 12 سنة معلقة كبيرة بعد الأكل 3 مرات في اليوم. الإكسبكتيل شراب آمن جدا وملوش أي أعراض جانبية. استخداماته الناس اللي عندها نزلات البرد والإنفلونزا، الناس اللي عندها التهابات الشعب الهوائية، الناس اللي عندها بلغم على صدرها، بالدواء ده هتعرف تدوبه وتطرد البلغم بسهولة وفاعلية. إكسبكتيل شرب زي ما قلنا دواء شرب، أرخص دواء شرب للكحة في مصر بخمسة جنيه، ينفع الأطفال والكبار بفاعلية وأمان. أهم حاجة شرب السوائل الدافية، شرب الزعتر واليانسون، ولو برضو الشاي برضو الكروية، كل الحاجات دي بتهدي بتساعد على تهدية الكحة بدرجة كبيرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.